مشاهدينا الكرام اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم استوديو الرياضه لياتيكم على المباشر عبر نوميديا تي في. في عدد اليوم راح نعود على تعثر مولودية الجزائر في كأس العرب وتعادل منذ قليل أمام المريخ السوداني. سنعود كذلك على أهم ما دار خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، أهم ربما موقف المكتب الفيدرالي لألزم رئيس الرابطة حدوده بعد تصريحاته الأخيرة في ما يخص حقوق بث المباريات، ولما انتقد كذلك التحكيم. هل هي بداية أزمة جديدة بين الفاف وبين رابطة كرة القدم المحترفة؟ مواضيع أخرى راح نطرق لها كذلك، مثل قضية اتهامات شبيبة القبائل لاتحاد الجزائر، ما يجري في بيت وفاق سطيف بالرغم من الفوز الأخير، كل هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى كذلك ستكون من دون شك شيقة بحضور عضو المكتب الفيدرالي سيد عمار بهلول اللي شرفنا بحضوره اليوم. مرحبا بك سي عمار. الزملاء الحاضرين معنا، وشرفنا كذلك عميروش بجد رئيس تحرير جريدة كومبيتيسيون المختصة في كرة القدم واللي نحترمه بزاف. عميروش بجد مرحبا بك. يعطيك الصحة، ميرسي بور لانفيتاسيون. في الجهة المقابلة العائد إلينا نصر بويش، مرحبا بك. العائد بعد تعادل المولودية أمام المريخ السوداني وزعفان شوية نصر بويش، مرحبا بك نصر. السلام عليكم. شوية زعفان برك. ورفيق واحد كذلك نرحب به الأخ الزميل شريكنا في قناة نوميديا، مرحبا بك رفيق. شكرا محمد، سعيد بتواجدي اليوم مع ناصر بويش غياب طويل. عودة رفيق واحد خلعنا في هذاك الملفات اللي جبتهم حتى سي عمار عنده ملفات. انت وسي عمار سي عمارك مع انت كان ملفاتك كنت كايلا. اذا راح نبداو نقاشنا بعد ما نشوف مع بعض هذا الموضوع اللي يخص أهم ما جاء في اجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي. ممكن المقابلات المقبلة تكون يعني ما تكونش منقولة، وهذا على الأقل يعني اعتبار الرابطة الوطنية اعتبارا للأندية الجزائرية، على الأقل يعني ما خلصوش لا كونفونسيون تتنين كونفونسيون أونتر لا ليغ ناسيونال اي لو ان تي في، قالوا ما عندناش دراهم، قالوا عندنا مشاكل مالية. ما بصح لا كونفونسيون اللي تتسنية ما نظنش لا فيها مشاكل ولا ما فيهاش الوقت اللي المطلوب. لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام على مسامع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهي التي شكلت له حرجا وأحدثت بلبلة وتوترا للعلاقات بين التلفزيون والفاف، بل أخذت منحنى تصاعديا آخر. المسؤول عن أعلى هرم كروي لم يتمالك نفسه وصعد من لهجته تجاه مدوار، مذكرا إياه بأن مهامه تقتصر فقط على ضمان السير الحسن للمنافسة لغير، ولا يحق لأحد أن يتدخل في صلاحية الغير، وانتهى مجال العتاب بأن لكل مسؤوليته. الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي بالمركز التقني لسيدي موسى عرف خلال الساعات الأخيرة ترسيم استقالة العضو الفيدرالي بشير ولد زميرلي النائب الثاني لرئيس الفاف بعد انتقاله للنشاط السياسي كعضو في مجلس الأمة. عمل لجنة الأخلاقيات كان لها نصيب من التعديلات على العقوبات التي لن تستثني لاحقا حتى المسؤولون السامون على مستوى الهيئة الكروية في حال ثبوت تورطهم ومخالفتهم للوائح والقوانين التي تحكم اللعبة. ولكسر الهيمنة على رئاسة مختلف الرابطات الجهوية تم تحديث بعض اللوائح، ما من شأنه فتح المجال أمام جميع أعضاء الجمعية العامة من أجل الترشح للرئاسة. فهل ستسلم الجرة هذه المرة بين مدوار وزتشي؟ وهل حقيقة سيتم تفعيل اللوائح والإجراءات أم أنها ستبقى مجرد بيانات وقرارات تزين موقع الرابطة والفاف؟ إذن كان تقرير رائع هذا للزميل شهر عبيدي. نبدأ باجتماع المكتب الفيدرالي وربما بالموقف اللي اختاه المكتب الفيدرالي إزاء القضية اللي احدثت ضجة كبيرة وبعد تصريحات عبد الكريم مدور. المكتب الفيدرالي اخدى موقف ضد رئيس رابطة كرة القدم المحترفة عبد الكريم مدور.
لا هو طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذه القضية أخذت قسط من الوقت صحيح، أن لأن ما يخفش عليك بأن مؤسسة كالتلفزيون العمومية هو الشريك الأساسي مع الفيدرالية عن طريق طبعا الرابطة المحترفة، ولذلك نعلم باللي أن كانت اتصالات وكانت حتى لقاءات مع بين رئيس الفيدرالية وكذلك مع رشيد قاسي دراجمي اللي تحاوروا كيفية باش تسدد كل هذاك الشرطي تاع الثالث والرابع وكذلك الأموال اللي بقات. كان أنا 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 شخصيا لما ناض صحيح أن رئيس الفيدرالية لام رئيس الرابطة المحترفة وصعد من اللهجة طبعا من اللهجة على على الطريقة هذه، لأن ما يخفش عليك بأن راهي مؤسسة عمومية لها مكانة وهو الشريك الأساسي، لأن كون يخطأ كون يخطأ ما يكونش هذا الشريك هذا ربما حتى بعد تكلم على إنذار يعني إنذار المدور يعني أخذاه في خلال اجتماع المكتب الفيدرالي. لا هو هو طبعا يعني تعرف باللي هناك احترام، يعني الطريقة اللي تكلم بها رئيس الفيدرالية هو أن لابد من التعقل ولابد من الرحوش للتصريحات هذه اللي ما تخدمش حقيقة العلاقة بين مؤسستين، أي الفيدرالية ولا الرابطة المحترفة والمؤسسة تاع التلفزيون، لأن باش نحلوا المشاكل هذه نحلوها إلا بالحوار إلا ربما بالجلوس كما هكا طاولة، لكن نعم. باش تصريحات كما هذه باش نروحوا حتى إلى أقصى درجة. طبعا رئيس الفيدرالية بصراحة قالوا بني ماهيش طريقة هذه نقدروا بها نحلوا هذه المشاكل، لأن المؤسسة التلفزيون هي اللي تمول الرابط. قالوا الأخبار اللي عندنا تقول أنه قالوا ما عندكش الحق تتكلم بهذه اللهجة يعني تجاه شريك تاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وانت راك هنا لكي تسير فقط منافسة. طبعا أنا ما متدخل قلت الرئيس الفيدرالية بحفل واحد، ربما انفعال رئيس الرابطة المحترفة هو لأنه يقول في التدخل تاعه لما أخذ الكلمة قال راسل في المؤسسة التلفزيون ثلاثة مرات وبين حتى الرسائل، قال نكلم في التليفون ما يكونش هناك رد. ربما هذه القضية اللي خلت رئيس الرابطة المحترفة أن يروح إلى الطريقة هذيك، وهذه رئيس الفيدرالية كان باللي لابد نحترم هذه المؤسسة لأنه هو الشريك الأساسي فيما يخص لا كونفونسيون تتسينيا بين التلفزيون الجزائري والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم افيك لا اف بي فيما يخص تاع تغطية الواحد، لان الفيدرالية هي كهيئة هي اللي تقدر بحكم القوة تاعها ان تشوف مع المؤسسة بحكم الوزن تاعها باش تحل المشاكل هذه تاع التسديد تاع التسديد تاع لا حبيت لا كيسيون تاع لا كونفونسيون افيك لا اف بي مع لا اف بي طبعا رفيق وحيد. البعض يقول انه مدور يعني اليوم لعب الدور تاعو كمسؤول اول على الانديه وما دار يعني مرفع الا المطالب تاع الانديه اتجاه شريك تاع رابطه كره القدم المحترفه. شوف هي القضيه متشعبه لاول مره، ربما عبد الكريم مدور كرئيس لرابطه كره القدم المحترفه يلعب دوره صحيح، وهو ما نقولش حرد يلعب هو دور صحيح يلعب دوره يعني صحيح مثل ما قلت انت صحيح يلعب دوره، ولكن هو اللي دعا حتى ما نقولش حرض النوادي دعاهم في الاجتماع الى المقاطعه، ما كانش اقتراح تاع رؤساء النوادي هو دعاهم باش يديروا قرار المقاطعه. لكن نشوف باللي هذا الرابطه اللي يقول عليها السي عمار بهلول بحكم القوه تاعها هي اللي تمضي على العقد، فسر لي كيفاش الرابطه تمضي على العقد، لانه هي اموال النوادي الجزائريه والرابطه تسير البطوله، المفروض انه من حق الرابطه تتدخل لدى التلفزيون لانه هو اللي سينيا لو كونترا مع الوسط التلفزيون حتى تضمن اسمح لي حتى تضمن حقوق النوادي بالمقابل رئيس الاتحاديه للمفروض هو يحرص على مصلحه النوادي الجزائريه يوقف في صف التلفزيون الجزائري. نعطيك مثل تعرف بلي في الانديه الاوروبيه يعني عائدات يعني البث التلفزيوني تشكل ربما 75% من يعني البيجي تاع الكلوب. ناخذ النوادي الجزائريه 3 4 5 مليار بوتات، شباب الوزداد مثلا اللي عنده مستحقات متاخره لدى التلفزيون الجزائري نظيرا نقل البث التلفزيوني، اوكي في بدايه الموسم ما تلقاوش، تقول انت كاين دو ترونش ما داوش العام اللي فات سي صح
صدي لو كان التلفزيون الجزائري طبق بنود الاتفاقيه والاتحاديه دفعت على النوادي ورغبه التلفزيون انه يخلص الشطر الثالث والرابع تاع الموسم الماضي لكان شباب الوزاد عنده 5 ملايير وسدد ديون العارقه وكان لعب الماتش تاع الميدا وما حسوش الاجازات. سؤالي ليك رفيق معلش سؤالي ليك ربما كاين طريقه ليعاب على الدور الطريقه لما يكون عندك شريك رفيق كاين مدور هو يقولها انا التليفون ما نخدمش به نقدر نكتب نقدر نطلب اجتماع مع الشريك تاعك ما نتهجمش على ربما على الشريك تاعك مانيش ندافع على حتى واحد يعني سؤال فقط نعم اوكي انا نقول ما كاش يعني كومونيكاسيون بينو بلا لا فيديراسيون هذا اكيد وانا نشوف لماذا لام زتشي رئيس الرابطه بهذه الطريقه ولم يلم التلفزيون الجزائري صحيح انه ليزيكري من المفروض كاداره تبعث مراسله ولكن كي درت انت هذا التصريح المقاطعه انا ضد المقاطعه لانه المقاطعه هي دعوه للعصيان وهذا ماهوش مسؤول ماهوش تصريح تاع مسؤول من المفروض ليزيكري يبلغ لا فيديرا ماهوش تصريح تاع مسؤول لا ماهوش تصريح تاع مسؤول هذه فوضى كبيره انت اللي تدعو لمقاطعه الى مقاطعه التلفزيون مقاطعه اي شيء المقاطعه يعني الضرب تحت الحزام ماشي بطريقه اداريه بحترق احترافيه ومقاطعه شباب بالوزاره كما تقول خصمت منه 3 بوان صافي انت ديميسيون ولا كيفاش؟ طريقه ما نقولش الحضاري الاحترافيه انك دير ديزيكري 21-27 لاتيفيزيون جيد دو فوتبول كوبي لا فيدراسيون جيد دو فوتبول هذا ما كان هو المشكل اللي صرا ولكن موقف رئيس الاتحاد يعني في البيرو الفيدرال انه لام هذيك الطريقه كنت حاب بنفس الطريقة يلوم التلفزيون الجزائري ويعذر يلتمس العذر للنوادي الجزائرية اللي ما صابتش باش تخلص لي دروا ماشي لي دروا دونجاجمون لي دروا دونجاجمون اي لي ديون الديون العالقة يا اكوز دو سا يعني عندك ديون التلفزيون الجزائري اليوم شاب الوزاد نحن 3 بوان اسكو نقدر اليوم شاب الوزاد ندير طعن نقول لك لا فيديراسيون اليوم كي دافع على التلفزيون جيب لي دراهمي وردي لي 3 بوان ديالي شوف رفيق شوف نفهمك رفيق لا فيديراسيون Elle a intervenu, elle a fait des réunions avec le directeur général en personne. En n'a pas un mois et quelques. Ta télévision de Jazairi, Besht, Hia, Wassot, Nijimongulek, Bihokum, Anna le contrat, Binu Binu Wahad, راح تدرج انا حبيت نقول لك مدام رئيس الفيدراليه مع سي قاسمي راحوا داروا اجتماع معاه باش يدومونديوه باش يعطيو او موان بور فيرسي سكوب واش تقدر المؤسسه باش الواحد انا نقول هناك بوركو لا فيدراسيون بوركو هل الرابطه هو ابن القاصر للاتحاد اسمح لي انا نقول لك اسمح لي انا نقول لك مدام رئيس الفيدراليه كهيئه اولى على كره القدم وتدخل هو هذا باش يساعد الرابطه المحترفه معاك انا نقول كذا كانت تدخل هذه يعني حسن النيه تاع رئيس الفيدراليه مع رئيس اللجنه الماليه ربما اللي يعطى اكثر قوه للمطالبه نجم يحل لان ربما يدرك بان ربما كون يروح مدور ربما لكن راح رئيس الفيدراليه لان عرف بلي الموضوع مدام تروازيام وكاتريام تتطلب تدخل تاع رئيس الفيدراليه بالوزن اللي عنده باش كش ما يستجيب تستجيب المؤسسه باش تعمل باش تدفع وانا نقول لك اسمح لي رفيق انا تما باش نهضروا على المشكل هذا لازم نقولوا علاش صرا المشكل هذا صحيح وكي صرا المشكل لوريجين رئيس الفيدراليه ما هدرش مع مدور الفالي لو ركادري افون نهار خلى نهار خلى سطيف يبدلوا الماتش اللي تي بريفي 17 رجعوا 19 صحيح وعلى بالهم بلي لو ان تي في ما تيليفيزيش على 19 باسكو 20 باسكو كاين لو جورنال كاين لو جي تي يفالي انترفونير تما باسكو المشكل وين بدا بدا نهار ولاو لي بريزيدون ما تحترمش البرمجه يديسيديو يديسيديو صح ولكن حتى التلفزيون اتونسيون نقول له لا فيديراسيون غلطه لا ليغ غلطه التلفزيون غلط لا 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 اسمح لي تجاوزات صرات تقول كيما الماتش تاع جاسكا سطيف عنده بزاف ولكن التلفزيون الجزائري عمره ما هضر لا لا رفيق وقتاش هضروا وقتاش هضروا لا تلفزيون جيم دو فوتبول سي لو سيرفيس دو سبور تاعهم اللي يتكلم باسكو مدور هضر على التلفزيون بحق اونتر كيمي غلط في الاجراء وهضر شد اللهجه على الاربيتراج وعلى بالك الاربيتراج يقصد به يعني العصب اللي كيف لا تيليفزيون باسكو لا تيليفزيون منتقده في الحصه الرياضيه تاعها لانهم يهضروا افيك دو بوين دو ميزا على الاربيتراج معليش معليش نروح او بو دو مون ايدي ومن بعد راني فاهمك واش سادير سيت اون سويت تاع واش كاين لاعب لاعب في طريقه تحلل المباريات على مستوى التلفزيون الجزائري على الاربيتراج هذيك عندهم تاثير على التعيين تاع الحكام هذاك سي ان اوتر ديبا نقدروا نفتحوا مهم هذا مهم بيان سور من نكمل باك ليدي تاعي معليش تفضل باسكو لو بروبليم بين لا تيليفزيون انا ا مون افي كاين
نقدروا نتريتيو هذا السوجي من دو بوين. الحاجه الاولى انا ما فهمتش كيفاش الرابطه هي سينيات مع لو ان تي في، ستادير لو بارتنير تاع لا ان تي في بارتنير. هو مطالب الدور هو اعاده امضاء الاتفاقيه اللي خلاصت. معليش معليش، ستادير بيناتهم. انا ما فهمتش رئيس الفيدرالي واش جاي يدير في الوسط، هذه حاجه الاولى. الحاجه الدوزيام، نهار سينيات هاد لو اسمو في الكونترا كاين بنود. وي كاين بنود مفروض فعاله. ستادير لو ان تي في عندها الحق، عندها الحق تخير لي ماتش، عندها الحق توقيت ديسيدي في التوقيت تاع الماتش. اون بلوس تانيك اذا قريتو الكومونيكي تاع لو ان تي في، ساتير سي 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 يلا ميا نو لا جيستيون تاع مدور. ستادير دان كوتي مدور اللي يتحداه، لا لا دان كوتي دان كوتي مدور كيما قال قال رفيق وحيد، يلا لو دروا دو ديفوند لي كلوب اللي دون سون رول. دان اوتر كوتي هو اللي خلق كاع المشاكل هادو. علاش نهار خلى دي بريزيدون يديسيديو وقتاش يلعبوا لي ماتش وقتاش تعمر بهلول؟ سمح لي رفيق، غادي نقول لك يعني التدخل المكتب الفيدرالي يعني خلى المشكل يتحل، وين رئيس الفاف طلب من رئيس الرابطه انه يخلص الانديه طبعاً من الخزينه تاع طبعا مادام هناك لا تريزوري يعني الصحه الماليه تاع الرابطه المحترفه تسمح باش يسدد المبالغ هذيك تاع لي دروا تي في هذيك. انا نقول باش نهنيو النوادي وتبقى المشكل بين المؤسسه التلفزيون باش تسلك. شحال يسالوا النوادي في صديق بون كاين 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 ان فيش دو ديستريبيسيون اللي راح تسمعنا هذه ربما راح تدرس لان فيها كنت بكري تستعمل على حسب عدد المقابلات حسب الواحد لا بارتي فيكس لا بارتي فاريابل، هذا ما فيها دو كوتي اللي راح تكون السمانه الجايه يمكن يدرسوها، وربما الرابطه المحترفه تحل المشكل هذا عن طريق لا تريزوري تاعها وتبقى طبعا مع اتصالات مع المؤسسات التلفزيون. مع لا ليغا دي مع النوادي ولا ضد النوادي؟ لا فيدراسيون مع النوادي ولا ضد النوادي؟ مع لا فيدراسيون تي مومون كو نولي المالكا تاع سيرفي باسكو سي تانكلوب نحلو دي بوان. يعني لو كان عندهم كاع لي بوان كيف كيف يعني ما صراش اشكال والله ما نتكلم لك. انا فريق شباب الوزداد داكور، انت الوصي تاعي، انت اللي نيغوسيتي مع لو ان تي في هكذا. انا ما نقدرش نروح للسي ان بي ونقول لهم اعطيني دراهم. خليني نكمل لك الطرح وجاوبني كيما حبيت. انا نسال لو ان تي في نسالهم 4 مليار واش منتا لا ليغ ولا فيدراسيون لك تجي توزن تروح تجيب لي حقي في وقته. كيما جبتيش حقي في وقته ولي ما عطاتوه لي في الروتور، لو كان جبتو لي ديبي سيزون انا ما راحش ما ينحل نلعب الماتش تاعي من ليله اللي داد دبل كور اللي الوقت هذاك سوبيريور بارابور شحال سوبيريور. لا المهم سيت اون فيش سيت اون فيش كي سوتروف او نيفو دو. انا كنت خليت الوقت هذاك كاين كلوب عنده 9 مليار سيزون بعلول بارا تقول لي انت تجيبني تاع النابه نخش لك انا في الواحد تاع النابه ما نخشش الملف تاع النابه لان النابه ما كانتش في الدور المحترف كانت في الاماتور ماهيش نفس النوادي اللي كانوا في المحترف وهذه تاع النابه هضرناها وتهضر تاع حنا في سي با سي لا ميم شوز سي بلا ما هذا العام هذا العام سي بهلول. لا ما تزعفوش لي دو بو دو ميزور عنابه 2012 ولا 13 كي داروا الشركه هذيك ويقولوا النادي الهاوي ما كاش. لو نحسب داوي النادي الهاوي ما كاش في الشركه هذيك وما احتجش عنابة تولي للولائي القانوني يقول ما لعبوش. لو تقول لي هما عنابة الحمراء والبيضاء ولي سيغلو كلش نحسب عليه الديون العالقة في عهد الاحتراف. مسيو بهلول عندهم 9 مليار 600 كاليفيتو لهم لي جوار ونحيتو الدوسي من هذيك طلعتو لا فيدراسيون سي لي دو بوي دو مزور مسيو بهلول. على جال سي با نورمال سي با نورمال على جال هاد السوجي اللي زعف زدتي ومدور يا وحيد على جال لافير تاع عنابة. لا لا باسكو لا تيليفزيون يافي لو كا تاع لا تيليفزيون يافي لو روبروشي ثاني قال له علاش تروح تهضر في التيليفزيون تقول باللي سي لافاف اللي مدت لي ليسونس لعنابه في نا با تميلي تاع بعد خرج له لا كونفونسيون قالوا ندير لك كيما درت القرباج. نو باسكو نقولك علاش عمي روش نقولك علاش اسمح لي راحوا لي جوار يشكيو اسمح لي نخرج على الموضوع. لي جوار لما يسالوا لعنابه راحوا للسياره جبد لهم الورقه قال لهم انا خاطين الحموده قال لهم انا خاطين كاين 9 مليار كاين 9 مليار مازال كاين 9 مليار مادام نتوما شوفوا مع رئيس الفاف مع رئيس الفاف لا سيرا لا ليبوك على ليبوك يعني ناسي حكمت من 9 مليار 600 اسمح لي راحوا كوميسيون دي سبيد عطاهم دو سمح لك سمح لك تفضل دو ديلي على اساس طبق القانون ولي ديلي دو كراس كانوا تنحاو وقتاش قالوا لافاف لي ديلي دو كراس تنحاو كي كانوا لازم يطبقوا القانون على الاتحاد عنابه واش داروا؟ خرجوا لهم القانون تاع رفيف تاع مي وقالوا لهم نبداو 0-0 نعاودوا من الاول عاودوا ردوها لا سي ار ال باش يربحوا ان اوتر ديلي. في النهايه مشات لا بروسيدور تاع سي ار ال وسي ار ال باك يتحول ديلي دو كراس كيعطيك سي ار ال اون ديسيزيون يعني مهله كان جودي خاص مولا ينقصوا لك خلاص المهله ما نحاولوهمش لي بوان
واش داروا؟ عطا لهم ليسونس وعفسوا على دي جوار، عفسوا على حقوق اللاعبين. اور كو كاين 43 جوار يونترين اللي سالوا، القانون يقول لك ما تخلصش لي 43 يا سي عمار بهلول. الفيفا واش تقول في المراسله؟ تخلص الى الجوار اللي يشكي، واللي شكاو كاين 11 فيها ماشي 9، 11 اللي شكاو. لو كان انتم ما تحوسوش على الناس اللي ما شكاوش، اللي ما حكيش كان ضرب الله يسهل عليه، ما تحسبوش 9 مليار 600، احسبوا ال 11 شحال يسالوا، يسالوا 2 مليار، خلصوا لي 2 مليار عطاهم لي ليسونس، ما تخلصوش 9 مليار 600، جيبوا من الناس. الاجابه باش نغلق برك الملف هذا. هذه الاجابه انا جاوبت عليها حتى عندك، انا تاع الملف تاعنا ما مش بقاش يروح، يروح بالكل نرجعوا ديما بالكل عندنا بالكل عندنا. لا باسكو حق هذا. لا لا اسمح لي، حق عليه نور، اسمح لي رفيق، اسمح لي اخويا رفيق. كاين مشكل صح، كاين مشكل تاع شوف اللاعبين اللي يستناو في الاموال تاعهم، والفريق عنده لاعبين ماهرين. المشكل تاع الاموال، الملف تاعنا بدا من البدايه، وانا شخصيا كنت حاكم الديريكتوار وحليت انا الملفات تاع كل النوادي اللي نشوف التكيف مع القوانين تاع الاحتراف، ولقينا الملف تاع النبا وكيفاش كاين، وكي النبا صعدت الى القسم الوطني الثاني الاحتراف الثاني هنا كان صح حقيقه باللي خليناهم، هو ربما كانت تكون بالبدايه ما عندهمش حق استخدامات باش يجيبوا اللاعبين ولا حاجه باش يكون نفس الوحيد، لكن كان خلل في الملف ووضحته وانا على مستوى القنوات. اسمح لي انا مستوى وضحته على مستوى القنوات، وكان هذا كل انا مش المسؤول، انا نقول لها ونعطيك المعلومات الحقيقيه فيما يخص الملف هذا. ومن بعديك مؤخرا تاع 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 يمدوا لي جازات ولا ما يمدوهمش، هذه على صلاحيه الرابطه المحترفه هي هي مد الاجازه. اسمح لي اسمح لي، لكن هو يقول انه السيران هي راس الاسم. اسمح لي، كاين رابطه محترفه نقول هنا عندها صلاحيه تاعها، ما نجمش انا كعضو متفي ديراري نخش في القضيه هذه. انا الشيء اللي عليا ان القضيه تاع النبا كاين هناك اجتماع ربما الاسبوع القادم مع السيد ولي ولايه اللي خضع على عاتقه باش يسدد هذه المبالغ وراح تسدد. اما في قضيه بالكور، انا الملف هذا كان في البدايه كنت مع كنت على اطلاع به على مستوى الديون تاع حماليك، لكن لازم نفهمه مليح في بدايه الموسم، وهذا ليس يعني نقص من قيمه شباب بالكور، انه في بدايه الموسم الرابطه المحترفه ما لقاتش مع من تنسق حتى على مسؤولين تاع النادي باش حبت تلقى حلول. حتى كاين واحد اصلا كاين حد واحد المبلغ كاين واحد كاين واحد انشاك فيها مونطون كان باش يدفعوه ما لقاوش حتى كيف. انا نقول لماذا فريق اتحاد الحراش، لماذا فريق القبه اللي لعبوا بالواحه عندهم لاعبين ماده قانونيه برك سي بهلال؟ لا اعطيني ماده قانونيه صريحه يا اخي، نهضر بالقانون، اعطيني ماده قانونيه، نهضر بالقانون. مش جبت انا قانون؟ انا نقول لك كيف يا سي عمار، خليني محمد ما تقوليش حبس رفيق، ما يبقاناش اعطوني ماده قانونيه. شوف باش ما نزيدش نهضر انا هذا الملف، باش نهضر عليه، اعطوني ماده قانونيه صريحه تقول باللي الكلوب اللي ما يخلصش نحجزوا له الاجازات. ثانيا، ما دخل والي ولايه عنابه في قضيه الاموال، كاين ان التيماتوم، كاين دي ديلي يتمدوا، لو ديلي خلاص يخلص الديلي نستنى انا والي عنابه شهر من بعد يخلص. لا 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 لا، بوركوا لافير تاع عنابه راح الكوميسيون ديسيبلين، سمحوا لي معلش، بوركوا راحت لاكوميسيون ديسيبلين، مدوا لهم ان ديلي ما خلصوش، دوزيام ديلي ما خلصوش، عاودوا السيران ان اوتر ديلي ما خلصوش، تعطي لهم الاجازات ويجوا ما يخلصوش. فهموني في هذه، اسمع احنا نغلقوا الملف هذا، تحب تدي جواب؟ انا اعطيتك الشيء اللي عندي كمعلومات، ما عليك غير المعنيين هما، احنا انا كنت في ديريكتور كنت نجاوبك ضروري. وفي الاجتماع الاخير تاع المكتب الفيدرالي ما قدوش نقعدوا يعني ماشي حاجه البرنامج كاع في ملف اتحاد عنابه، كانت استقاله كذلك تاع بشير ولد زميرلي اللي راح يكون سيناتور، مبروك عليه على كل حال. شكون راح ياخذ مكانه على مستوى المكتب الفيدرالي؟ حديث عن انه رشيد قاسمي راح يكون راح يخلفه كنائب رئيس. هذه من صلاحيات الرئيس، هو اللي يوزع المهام درك في درك في كعاد استقاله تاع بشير ولد زميرلي، صلاحيات كامله تكون على عاتق رئيس الفيدرالي، هو يعين. مازال ما خيرتوش؟ لا، هو لي هذه صلاحيات رئيس الفيدرالي. كأما فيما يخص الاستخلاف تاع كيما لوسيبليون، انا نجم نقول لك القائمه تاع الاستخلاف اللي كانوا الملفات كانوا ثلاثه اللي مازالوا في انتظار، انا اللي حطيت الملفات يوم الترشيحات، كاين تاع طلحه تاع بواتين دوف، وكاين تاع عزرور تاع رئيس الرابطه الجهه تاع قسنطينه، وكاين هذه ثلاثه الملفات تاع تيموشن تاع هذه ثلاثه الملفات. يبقى الاختيار رئيس الفيدرالية، نعم، اللي هو اللي راح يختار كما درنا كما دار تاع قداح. والملف اخبار تقول ازرور، اخبار تقول ازرور راح يكون هو اخبار تقول ازرور اخبار
وحنا اللي همنا اليوم كذلك سي عمر بلول هو انه نعرف اسم المترشح اللي ما راحش يكون في المكتب الفيدرالي، لانه المكتب الفيدرالي احنا اللي همنا اليوم اسم المترشح اللي راح يكون مترشح الجزائر في المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. راح يجاوبكم عليه سي عمر بهلول، لكن بعد ما توقف مع بعض مع هذه الصفحه الاشاريه.